الصين أو المارد القادم من الشرق. لسنوات الكل ينظر للنمو المهول اللي يصير للصين كدولة بشكل عام في جميع المجالات، والألعاب أبداً مش استثناء هنا. نتكلم عن بلد فيها 500 مليون لاعب، وتمثل إيراداتها 25% من سوق الألعاب العالمي. اليوم نشهد صعود كبير للسوق الصيني، لكن ليس فقط كمستهلك للألعاب، لكن أيضاً كمطور للألعاب، ولا نستغرب أيضاً أبداً إذا مستقبلاً دخلوا حتى في صناعة الأجهزة. لكن كيف وصلت الصين لهذه المرحلة؟ خلونا أول شيء نلقي نظرة على بداياتها. في السبعينات كانت الصين تعيش فترة إحياء الأمور السياسية والاقتصادية بعد موت الحاكم ماو، وما كان عندها القدرة أنها تدخل في سوق الألعاب النشط واللي كان بقيادة شركة أتاري. أيضا الصين كانت متخلفة عن باقي دول العالم خصوصا من الناحية الإعلامية، لكن في أواخر السبعينات الصين كان عندها اهتمام خفيف في سوق الأركيد وأجهزة ألعاب الجيل الأول من شركة أتاري، وكان هذا من ضمن حملتها لإحياء الحضارة. وفي فترة الثمانينات كان سوق ألعاب الفيديو جديد كليا، وانتعش السوق من جديد بعد الانتكاسة اللي حصلت بسبب أتاري، وكان المنقذ هو شركة نينتندو بإطلاق جهاز الأيقوني كمبيوتر العائلة أو NES، واللي يعتبر الجيل الثالث لأجهزة ألعاب الفيديو. اليابان وقتها كانت مكتسحة سوق ألعاب الفيديو، وفي هذه الأثناء تحسن اقتصاد الصين بشكل كبير. اليابان كان عندها اهتمام أن تدخل أجهزتها إلى الصين بسبب أن سوق الألعاب عندهم كان غير نشط، والصين فيها عدد سكان مهول يفوق اليابان بكثير. لكن تصدير الأجهزة إلى الصين كان مكلف جدا، ولهذا السبب بدأت الصين في عمل نسخ مطابقة لأجهزة ألعاب الفيديو. حتى الألعاب نفسها نسخوها وتم بيعها بسعر رخيص. طبعا هذا كله مفروض يعتبر حاجة غير قانونية ويعتبر سرقة براءة اختراع، لكن وقتها الصين ما كان عندها قوانين ضد هذا الشيء للأسف. هذا القرار أدى لابتعاد شركات ألعاب الفيديو الكبرى من الاستثمار في الصين. وفي التسعينات جميع أجهزة ألعاب الفيديو في الصين كانت مقلدة ومصنوعة في الصين. أيضا في التسعينات أصبحت ألعاب الفيديو ثورة عالمية، وفي نفس الوقت انتشرت مخاوف الناس من ناحية إدمان ألعاب الفيديو وأنها تعتبر مخدر للعقل، بحيث كانوا يسمونها هيروين الديجيتال. وفي الصين ألعاب الفيديو أثرت على الطلاب وصار في نسبة كبيرة من الرسوب بينهم، لكن السبب الأول لإدمان ألعاب الفيديو كان هو قانون الصين للولد الواحد، بحيث كل عائلة تتكون من أب وأم وطفل واحد ممنوع أنهم ينجبون أكثر من طفل، وهذا أدى إلى وحدانية الطفل في البيت وإدمانه على ألعاب الفيديو. في عام 2000 وصل الأمر إلى أن الصين أطلقت قرار منع صناعة واستيراد وبيع أجهزة ألعاب الفيديو والأركيد، لكن هذا القرار ما كان صارم، بحيث سمح لأجهزة بلاي ستيشن 2 أنها تبيع، وأيضا أجهزة نينتندو تحت مسمى IQ. هذا الأمر أثر كثيرا على سوق الألعاب في الصين واللي تراجع بشكل كبير جدا، لكن قرار المنع ما شمل ألعاب البي سي. لهذا السبب سوق ألعاب البي سي قفز قفزة قوية جدا، وتم انتشار مقاهي ألعاب البي سي في جميع أنحاء الصين، بحيث كان في حوالي 40,000 مقهى في عام 2000، وصاروا أكثر من 110,000 مقهى في عام 2002. في عام 2004 تم اكتساح الصين بألعاب الأونلاين الجماعية بسبب انتشار مقاهي الألعاب فيها، لكن الألعاب كانت مقرصنة أو مشترينها من الخارج، وهذا ما كان أبداً في صالح الصين. عشان كذا شركة تطوير الألعاب في الصين قرروا تطوير ألعاب خاصة فيهم وبيعها في الصين مباشرة، والهدف جعل اللعبة مجانية أو بسعر زهيد لجذب الجمهور لها. حتى أسعار قطع أجهزة الكمبيوتر صار لها انتكاسة كبيرة جدا، وهذا أدى إلى سهولة الحصول على جهاز كمبيوتر مناسب للألعاب، وأدى إلى انتشار ألعاب الـ MMO في الصين، وبالتالي ساعد كثير في تشكيل الشركات الكبيرة مثل تينسنت وبرفكت وورلد ونت إيز، وهم شركات ألعاب تخصصها ألعاب الـ MMO الجماعية، وانتشرت ألعاب مثل لول وواو وقتها، وهذا أعطى دافع كبير للمطورين الصينيين أنهم ينسخون الألعاب الناجحة هذه. وفي عام 2007 اجتاحت ألعاب الأونلاين الصين كلها وأصبحت محط أنظار الجميع، ورجعت مخاوف الإدمان الماضية، وصدر قرار يلزم ناشري ألعاب الأونلاين على وضع برامج منع الإدمان داخل ألعابهم. وفكرتها أن لو في طفل قاصر يلعب لعبة لأكثر من 3 ساعات متواصلة راح ينحذف نصف المبلغ اللي جمعه داخل اللعبة،
ولازم كل شخص يسجل برقم هويته الوطنية عشان يقدر يلعب الألعاب هذه. وفي عام 2008 سوق الألعاب في الصين نما بنسبة 60%، ودخل عنصر جديد إلى سوق الألعاب الصيني، وهو ألعاب الموبايل والمتصفح اللي موجودة في الجوالات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك. الناس تعودوا على الألعاب المجانية، ولعبة هابي فارم الصينية أطلقت الشعلة لانتشار ألعاب الفيسبوك، وأصبح المطورين يقلدونها، وبالتحديد لعبة فارم فيل المشهورة، وانقلبت الآية حرفيا. لأول مرة المطورين الغرب يقلدون ألعاب صينية وليس العكس. وفي عام 2012 أصبحت الصين جاهزة تماما لسوق ألعاب الجوال، بحيث كان في حوالي 1 بليون مشترك في خدمات الجوال في الصين، وشركة أبل العريقة أيضا بدأت في بيع جوالات الآيفون في الصين. وفي عام 2015 تم رفع الحظر عن بيع أجهزة ألعاب الكونسول، وهذا يعني أن شركات مثل نينتندو ومايكروسوفت وسوني أصبح لها الحرية الكاملة في تصنيع وبيع أجهزتها في الصين، وطبعا بدأوا بعقد صفقات مع شركات صينية ضخمة لبيع أجهزتهم. وبهذا انتهى الكابوس اللي سيطر على اللاعبين في الصين لسنوات عديدة. لكن شركات صينية عملاقة مثل تنسنت تأثرت بشكل كبير جدا، لأنها كانت تصدر نسخ خاصة فيها من ألعاب شهيرة مثل مونستر هانتر وورلد وببجي وفورتنايت في الصين. ولما انشال الحظر في الصين على الألعاب، أجبرت الحكومة شركة تنسنت أنها تسحب نسخها من ألعابها اللي أصدرتها وقتها. بعدها تنسنت أطلقت وي بانك، وهو يعتبر أول بنك إلكتروني في الصين، وبدأت تشتري أسهم في شركات ألعاب ضخمة مختلفة. فمثلاً كان لها حصة كبيرة في الناشر الأمريكي رايوت جيمز، واللي طور عناوين مشهورة مثل لول وفالورانت. وفي آخر الأمر استحوذت تنسنت على كامل شركة رايوت جيمز بنسبة 100%. وتملك تنسنت أيضا حصص في شركات كبيرة وعملاقة مثل شركة إيبك العريقة، فتملك فيها حصة صغيرة. لكن الصين مش فقط استحواذ على شركات، لأن المطورين الصينيين أثبتوا أن عندهم قدرات مميزة وبيكون لهم دور كبير في المستقبل في صناعة الألعاب. خلونا الآن نعطيكم بعض الأمثلة من وقتنا الحالي. في عام 2020 تحديدا في يوم 20 أغسطس تم رفع فيديو جيم بلاي في مراحل المبكرة مدته 13 دقيقة للعبة اسمها بلاك ميث ووكونغ، وحصد 2 مليون مشاهدة تقريبا في أول يوم. اللعبة أعجبت جمهور الألعاب في العالم، واندهش الجميع لما عرف أنها من مطور صيني مستقل. هذه كانت الشرارة اللي أطلقت انتشار الألعاب الصينية. أيضا في نفس العام أطلقت شركة صينية لعبة مغامرات اسمها جينشن إمباكت، واكتسحت سوق الألعاب من يوم الإطلاق وبشكل مفاجئ، بحيث حصدت على 1 بليون دولار من أول 6 أشهر لها، وكانت رسومها مثل الأنمي، وطريقة اللعبة شبيهة بلعبة زلدا بريث أوف ذا وايلد. ولا زالت اللعبة تحصد الأرباح والنجاح، ويتم تحديثها بمحتوى جديد بشكل دوري. ولعل أكبر عنصر ساعد على نجاحها أنها أطلقت للجوالات وأجهزة البي سي والبلاي ستيشن في نفس الوقت. والآن خلونا نذكر لكم أهم عناوين الألعاب القادمة اللي استعرضوها لنا المطورين الصينيين. لعبة بروجكت راجنوروك، وهي بتكون لعبة RPG MMO، وراح تكون فكرتها إعطاء الحرية التامة، بحيث يختار أن اللاعب يقاتل وحوش أو أن ينهي مهام أو أن يعيش في الحياة كأنه يعيش حياة طبيعية في أي ترتيب يبغى. وأيضا لعبة ثانية نذكرها ولعلها هي البداية الحقيقية في انتشار الألعاب الصينية هي لعبة Lost Soul Aside، بحيث أدهشت الجميع عند استعراض ديمو مدته 18 دقيقة، فكانت رسومها جميلة جدا، وأسلوب اللعب ممتع وأشبه بكثير للعب Devil May Cry. وأيضا أكثر شيء أدهش الجميع أن اللعبة كانت من تطوير شخص واحد فقط، وبعدها أتت شركة سكوير إينكس وتبنت المشروع كاملا، وتم الإعلان أن اللعبة راح تصدر على جهاز بلايستيشن 4 والفايف وأيضا البي سي. وفي ألعاب كثيرة أيضا صينية قادمة في الطريق. وبكذا انتهت رحلتنا، أتمنى يكون التقرير عجبكم. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.